بالنسبه للعمليه ديال استيراد الابقار من الدول المصدره، فكما كتعرفوا ان هذه العمليه هذه كتخضع لواحد المسطره دقيقه، بحيث انها كتمر يعني مجموعه من المراحل. اولا قمنا كيتم استيراد ديال العجول للمغرب، فكيتم يعني واحد الاستيراد ديالها من الدول اللي مرخصها المغرب، اللي عندهم معها اتفاقيات صحيه. وهذه الابقار قبل ما كتجي للمغرب يعني كيتم الحجر ديالها في الدول يعني المصدره، وكيتم الاجراء عليها ديال مجموعه من التحاليل، وكيتوقع واحد الشهاده الصحيه البيطريه اللي متفقين عليها مع الدول المصدره، عاد كيجيو هذا العجول للمغرب. وملي كيوصلوا للمغرب المرحله الثانيه، وانه يعني في النقط ديال التفتيش الحدوديه كيتم المراقبه ديال هاد الابقار، كتم مراقبه ديال الوثائق، يعني ديك الشواهد الصحيه شكون اللي موقع عليها، وكتم يعني المراقبه يعني للابقار، وكنشوفوا يعني الترقيم واش داك الترقيم ديالها مطابق يعني للوثائق الصحيه. وكذلك من بعد هذه المرحله هذه كيمشيو يعني المحاجر المرخصه من طرف المكتب، باش كيتم الاخضاع ديالها يعني للمراقبه الصحيه، وكذلك يعني الاجراء عليها واحد المجموعه ديال التحاليل. وملي تكون هنا التحاليل يعني المراقبه الصحيه النتائج ديالها يعني مزيانه، فعاد كيتم يعني الترخيص ديال الابقار باش تمشي تذبح يعني في المجازر.